بتتنافس على الفوز بالدوري او الفرق اللي بتتنافس ان هي تقعد في الدوري. لا ده في منافسه كمان من يعني حدش واخد باله منها، اللي هي البطوله العربيه. يعني في ناس خلاص حسمت افريقيا، صح، في ناس بقى المركز الخامس ده بيلعب بطوله عربيه، ففي فيوتشر عايز يكمل فيه. سموحه فارق بينه وبين فيوتشر نقطتين، زد موجود في زد المصري، يعني في اكتر من نادي بينافس، الناس مش واخده بالها من الموضوع ده. بس البطوله العربيه لسه يعني اعتقد بقى لها نسختين او حاجه ما بتتلعبش. ما هو الاقرب ان انت لو اتلعبت المركز الخامس يخش في لو البطوله دي. لو مش بيلعب في بطولات افريقيه يخش. عشان كده فيوتشر واخد الماتش بكره، يعني طبعا مركزين، مش عايزين يخسروا نقاط يعني ان شاء الله. طيب اعتقد ان انت فوزك على بيراميدز تقدر تبني عليه لما هو قادم. طبعا انا اللي توقع او اللي اعرفه ان ريدي مارسيل كولر بنى عليه بكلامه مع اللعيبه، وان اللعيبه تحس كمان ان الدوري دلوقتي بقى بالنسبه لهم اقرب، بعد ما كان الفرق نقطه ما تفوز على المنافس المباشر بتاعك. بتبني عليه زي ما قلت لحضرتك كابتن في حته الثقه والكلام مع اللعيبه على استمرار سلسله الفوز المتتالي. الاهلي وصل ل 13 فوز متتالي، ففوز كان مهم جدا. ومباراه الغد يعني كابتن طلعت يوسف واحد من المدربين اللي ماتشاتهم دايما بيبقى عنده تكتيك او بيعرف يدير الماتشات بشكل كويس. مش المباراه مش تبقى سهله الا لو الاهلي سهلها على نفسه. يمكن انا شايف ان غياب جوناثان الباك الشمال او الظهير الايسر للفريق كتير جدا. يعني هو بيلعب مكان طارق طه، بيجد الحلول، يعني واحد من المدربين الكبار اللي يقدر كوتش كمان والماتش شغال او صحيح. فالماتش يعني فوز على بيراميدز مش عايز ان هو ياخد من فكر اللعيبه، على قد ما نركز ان احنا زي ما قلت لك كابتن نكسب كل الماتشات اللي جايه. فماتش بكره مهم، وزياده الثقه اللي عند اللعيبه من الفوز على بيراميدز ان شاء الله تكون دافع في تحقيق الفوز على فيوتشر، ومن ثم بقى بيراميدز تاني وكل الماتشات بتاعتنا اللي جايه. يعني انت شايف ان النادي الاهلي هو الاقرب للفوز بالدوري السنه دي ان شاء الله في حاله الفوز في كل المباريات المؤجله القادمه. هل انت شايف النادي الاهلي قادر بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها كولر، بطريقه التدوير اللي بيدور بيها كولر، على الرغم من ان كل شويه بنسمع يعني احمد عبد القادر اهو سمعنا ان هو عنده اصابه قبلها بكام يوم، السولية في قبل المباراه برضو باقل من 24 ساعه ده يوم المباراه واحنا في الاستاد جالنا الخبر بتاع ان عمر كمال خرج من القائمه بسبب نزله المحوريه. مين جاب لك الخبر؟ الاستاذ الكنعج. طب كنت جايب لي خبر يا اخي، طب جيب لي خبر حلو يا اخي. خبر انا عايز نقول المعلومه، عايز نقول على الشاشه. انا ما بصنعش خبر، انا عايز نقول على الشاشه ان انت جبتي الخبر. هنا الصحفي بيقوم بشغله، انا ما بصنعش خبر، انا ناقل للمعلومه. فهم قاعدين بيتكلموا على التشكيل وبتاع، فقلت لهم طب خدوا بقى ان عمر حصل كذا نكد كذا عليه. بس ربنا يشفيه، عمر النهارده كان بيتمرن في الجيم والحمد لله. لا اتمرن جيم بس ان شاء الله، قال له النهارده بعد المباراه ان شاء الله. عمر متاثر شويه بموضوع رفعت برضه، يعني طبعا ربنا صحاب قوي وقريبين من بعض قوي، فربنا ان شاء الله يوفقه ويرجع بقى الماتشات الجايه بشكل اقوى يعني ان شاء الله. ايمن طبعا لا يعني اكيد زي ما اتكلمنا مع حضرتك كتير، فكره الروتيشن اللي كولر بيعمله او الطريقه اللي كولر بيتعامل بيها مع المباريات يعني هي سلاح ذو حدين، لكن هو ما عندوش رفاهيه ان هو يعمل غير كده. النهارده انت هو قال كلمه في مؤتمر الصحفي الاخير او اللي قبله، قال ما اعتقدش ان في نادي في العالم بيلعب كم المباريات المضغوط او بيلعب عدد المباريات اللي زي نادي الاهلي. واحد زهق من كتر الكلام بالزبط اللي عمالين نقوله كلنا. ويا ريت عاجب، ويا ريت عاجب، يعني مطحونين كوره وفي نعم، ويا ريت عاجب الناس. والناس فاكره ان انت بتقول كده، والله الواحد لا. لو بص في الف حته تانية لازم هيقول هذا الكلام. طبعا الموضوع لأنه ده حقيقي، الموضوع مش حد صعب بيلعب جدا. في شهرين البوكسنج داي ده اللي بيتعمل في انجلترا بيتعمل لمده اسبوع 10 ايام، ثلاث ماتشات في 10 ايام، الدنيا لمده اسبوع او 10 ايام. وحتى هناك كابتن اسلام شرحناه مع حضرتك قبل كده بشكل يعني باستثناء كورونا اللي حصل وقت كورونا وباستثناء حاجات معينه. النهارده الدوري الانجليزي هتلاقي اغلبه لما بيبتدوا الانديه بتلعب على الاقل اول 3 4 اسابيع ماتش كل اسبوع، يعني ما بيبقاش فيه في النص حاجه. بعد كده بيبتدي اللي عنده مثلا تصفيات في تشامبيونز ليج اللي يبتدي تلاقيه بيلعب كل 3 ايام، تبتدي الموضوع ده يمشي كل 3 ايام لحد وقت معين، سواء انجلترا اسبانيا ايطاليا، في وقت معين بيعملوا بقى اللي عنده بوكسنج داي، اللي عنده ضغط مش عارف كاس، اللي عنده ايه، بعد كده ياخدوا الاجازه بتاعت الشتاء دي. كل بقى حد بياخد اجازه الكريسماس حسب طبيعه الجدول عندهم ماشيه ازاي. بعد كده تلاقيهم بيرجعوا برضو تدريجيا لحد ما يبقى اللي عنده بقى دور 8 شامبيونز ليج، اللي عنده ماتشات كاس يبتدي يلعبها في النص، لحد برضو هتلاقي ان في فترات في انديه
يعني زي كده لو تفتكر تصريح جوارديولا لما كنا مع حضرتك برضو هنا يعني صحيح. اتكلم جوارديولا بيتكلم انه هيلعب ريال مدريد، ريال مدريد مريح قبل مثلا المواجهه بتسع ايام، ليه جدوله مريح في اسبانيا، مفيش كاس بالنسبه له، مفيش حاجه. لكن الناحيه الثانيه مانشستر سيتي جدوله مريح ليه؟ عشان خسر وطلع، خرج من الكاس يعني، قصدي خرج من الكاس، مش عشان وحسم الدوري، مش عشان وحسم الدوري كمان في الكلمه بالظبط، اي خرج من الكاس يعني مش عشان مش رفاهيه يعني، ايوه مش رفاهيه وفي الدوري لا، وكمان في حاجه مش ذنبي ان انا بوصل نهائي كاس مصر، مش ذنبي ان انا بلعب على الدوري لاخر وقت، وكمان ايه ذنبي ان انا بلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، وهو كمان كان ريال مدريد كان حسم الدوري بالظبط، فهو بيلعب مريح، انت هناك انت الدنيا عندك فيها طحن وبتلعب كاس وشامبيونز ليج بتنافس على كذا حاجه، فانت اللي اتزنقت. فهي الفكره وهنا بنتكلم على التوب ليفل في الكوره في الدوري الانجليزي والناس بتشتكي، عايزنا احنا بقى هنا في الدوري المصري ما نشتكيش. فهو الراجل كولر كتر خيره ان هو برده بيقدر يتعامل مع الكم ده. الناس اللي ما بتسافر ايمن ما بتروحش بريتوريا ولا جوهانسبرغ، ايوه طبعا ولا تروح كونغو سفر في السريقه، ده بيسافروا بالقطر حتى لو بطياره خاصه، حتى لو بطياره خاصه انت النهارده بتسافر 5 6 7 ساعات وبترجع. فاكر بلجيكا وهولندا كنا في بلجيكا وشايفين ايوه الخط كده وتعدي، وبعدين الارضيات بتاعت الملاعب يا كابتن، انت الارضيات دي لو انت عندك اصابه ولعبت عليها بتخف. انت في ارضيات بتروح تلعب في افريقيا لو انت حصان بترجع مش قادر تحط رجلك على الارض بالظبط، فلا يعني ظروف لعب وظروف افريقيا غير اوروبا بقى ويشتكوا. بص امم اوروبا بتتلعب امتى؟ بص انت عندك امم افريقيا بتتلعب امتى؟ وانت السنه دي اللي فارق الشهر ونص دول فارقين في ايه؟ امم افريقيا، امم افريقيا بس، ادي القصه كلها بالظبط. امم افريقيا دي على مصر كلها مش على النادي الاهلي صح. فهي الفكره كلها ان كولر يعني طبعا في بعض المباريات، عشان كده قلت لحضرتك هيسلاح ذو حدين ليه؟ لان في بعض المباريات كاداء بيتأثر لما تبتدي تطلع عدد من اللعيبة عشان خاطر تريحهم وتدي دقايق للعيبة تانية عشان خاطر تحاول تحافظ على توازن الفريق البدني والذهني وان معدل الإصابات يقل قدر المستطاع، فده بيبقى سلاح ذو حدين ان في بعض الأحيان الأداء ما بيبقاش أحسن حاجة والناس تبتدي تنتقد في الأداء، لكن ده بينعكس برضو ان في مباريات أخرى بتيجي النهاردة زي مباراة زي بيراميدز النهاردة لما اتزنقت قدرت تطلع المخزون البدني اللي عندك ان انت وانت متاخر 2-1 انت لا بتسيطر وبتسترجع امورك وبتقدر النهارده ان انت تكسب. فهي هي كلها هي معادله صعبه، الوحيد اللي بيقدر يبقى ماسك فيها الزمالك هو المدير الفني، هو اللي شايف اللعيبه، هو اللي حاسس بيهم، هو الاحمال التدريبيه هي اللي ماشيه. فالنهارده النادي الاهلي عشان خاطر يقدر يحسم لقب الدوري الموسم ده هو مضطر يعمل كده. يعني بص يا كابتن اسلام، انت هتلعب مودرن سبورت بكره يوم الجمعه ماتش في الكاس تمام كده، هتلعب يوم الاثنين بيراميدز تاني، بص مباريات عامله ازاي، في حين ان مثلا بيراميدز اللي هو المنافس اللي معاك مباشر هو لعب النهارده ماتش في الكاس لحد ماتش يوم الاثنين تقريبا ما عندوش حاجه. هو مش ما اقدرش الوم انا بيراميدز، انا مش بلوم بيراميدز لان هو ظروفه كده، راجل خرج من افريقيا فهو ظروف جدوله كده. فانا النهارده عشان انا اتعامل مع هذا الامر واقدر ان انا اكمل سلسله الانتصارات دي زي ما ابو علي كده قال واوصل للنقطه اللي تخليني مطمن، لازم في حاجه بتيجي على حساب حاجه، ما ينفعش العب كويس واكسب سكور، مش كل الماتشات تقدر تعملها كده، لازم في ماتشات في النص هتعاني شويه. فاحنا اللي بنتمناه ان حاله اللعيبه وخبراتهم تسعفهم ان هم يعملوا زي ماتش الداخليه زي ماتش الجيش يخلصوا بدري. بص انت بقالك دلوقتي من بعد الماتش بتاع الزمالك اللي ما تلعبش بتقدم كوره ونتيجه وفوز ومستوى في الملعب عالي، ما تخلي بالك الشوط يعني باستثناء الشوط الاول في ماتش الجيش اللي فات أيوة ما كناش كويسين ونزلنا الشوط تاني قدرنا نسجل هدف هنا. دي ابو علي ليه في اسبوع خدت 3 ايام زياده؟ ما انت 3 ايام زياده دول مش هي كابتن اسلام لعيب، 3 ايام دي تسعفك ممكن اسبوع لكن ما تقدرش تسعفك اسبوعين كمان. لا ما انا قصدي ايه؟ كنت ما مش لعيب ولا حاجه يعني تقدر يعني تقدر انت اللي تشرح القصه دي. فهي دي الفكره اللي عايز اقولها لبيرت. لا انا يعني عايز اشكر الظروف اللي رايحتك الاسبوع ده، فرق معاك جامد جامد يعني فرق والله بجد، مش كلنا بننتهز مش بعمل اسقاط على حاجه. لا الاسبوع ده فعلا لا والله ملناش علاقه بالزمالك في الفرقه وخلى اللعيبه خدت نفسها انت خدت 3 نقاط وما لعبتش ريحت اللعيبه فقدرت تعمل ماتشات كويسه جدا قدام الداخليه والجيش وبعد كده او الجيش والداخليه والجيش وقدرت تعمل ماتش كويس جدا قدام بيراميدز. كل ده الحمد لله يعني كان بحاجه ما كانتش في الحسبان طبعا، بجانب الاشاده بمارسيل كولر نفسه يا كابتن. الراجل ده يحسب له انه بفضل الله ما شاء الله يعني عشان ما نحسدش الناس موقف اللعبة كلها على رجليها، مجهز اللعبة كلها. انت في لحظه حاطط في حسابك ان هاني احتياطي وعمر بيتعب وعمر كان لاعب اساسي الماتش ده فقررت تلعب خالد عبد الفتاح واقف على رجليه.
بيجي لك مشكله عمرو السوليه مصاب فبيبقى عندك. انت فهمت موضوع خالد عبد الفتاح مش محمد هاني؟ يعني ايه فهمت؟ محمد هاني ما لعبش ليه؟ والماتش اللي قبليه برضه الراجل لعيبه شوط بقى كده نزل ليه؟ عمر وبتاع. انا ما عنديش معلومه يعني وجهه نظري. ما هو انا بسالك عشان انا عارف سواء مش معلومه هي وجهه نظر يعني فلسفيه.